بحمد الله تم حفر البئر والسارق من الوقت القليل، وبعدها تم تحويل هذه المياه إلى محط التحلية، وبعد هذه التحلية خرجت للناس مياه عذبة للشرب ليشربونها المصلين وطلاب التحفيظ في هذا المسجد. طبعا التغيير واضح، ان قبل هذا طبعا الانتاج او هذا الدعم الكبير لهذه المحطه، قبل ذلك كنا نقوم باشتراء وشراء الماء، وطبعا ينقص علينا كثيرا، وطبعا نكون يعني في حاجه الى هذا الماء، لكن الان والحمد لله رب العالمين متوفر الماء دائما ليلا نهارا في صباحا مساء، ولا احد يعني ينقصه شيء والحمد لله رب العالمين. طبعا لانه المياه الجوفيه عندنا يعني في تغير وأدت إلى الملوحة، ولو إذا عندنا ماء اكتفاء ذاتي في المياه الحلوة، وطبعاً المساجد بحاجة ماسة إلى هذه الآبار وإلى هذه التحلية، محط التحلية لكي يشرب الناس وتكون هذه المياه صحة لديهم. المياه الموجودة في المسجد مياه مفلترة ونظيفة، أما المياه المتواجدة في المنزل مياه متسقة وغير نظيفة ومالحة. نحضر الماء من محطة بعيدة، وهي مكلفة جدا، وكذلك نذهب إلى المسجد لنحضر المياه النظيفة. والله طبعا الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة الكبيرة والعطية الجزيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان من قام بهذا العمل الكبير الرائع، لأنه يقوم بخدمة كبيرة لسقيا الماء في هذا المسجد وجيران المسجد، وهذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين ومن قام بهذا العمل الرائع. إحنا مبسوطين وفرحانين إنه ساعدونا على إنشاء محطة المياه. نقدر ونقدم كل الشكر والتحيات والعرفان لمؤسسة كاسيه فلسطين على جهودها الداعمة لهذا الشعب، ونقول لها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.